الدراسة بسبب هذه المشاكل، وحتى أقدر أشتغل وأوفر الفلوس اللي تكفيني حتى أجيب هاي المواد المخدرة. وقفت الدراسة. من البطالة إلى الإدمان، المخدرات آفة تنخر جسد المجتمع وتضرب شباب العراق، فما هي المعالجات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة وحصادنا الرمضاني، واللي راح نتناول به مواضيع اجتماعية مختلفة ذات طابع سياسي ولكن بصبغة اجتماعية. اليوم مشاهدينا راح نتناول موضوع بغاية الأهمية، هو موضوع المخدرات. على رغم الأجراءات الأمنية المشددة والعقوبات القانونية الرادعة، تواصل عصابات الجريمة ترويج المخدرات ونشر سمومها بين الشباب على وجه الخصوص. بالمقابل يقدم مسؤولون معنيون بالشأنين الأمني والقانوني والنفسي وباحثون اجتماعيون جملة من المقترحات عن هذه الآفة اللي تهدد المجتمع وتستغل أزماته. تأكد الأجهزة الأمنية أن إجراءاتها نجحت بالقبض على الكثير من المتاجرين والمتورطين، وأنها تواصل مكافحة عمليات التهريب عن الحدود. مشاهدينا الأحبة، نشوف هذا التقرير ونرجع نفتح الموضوع مع ضيوف الكرام. المخدرات أبعدكم الله عنها، هي أخطر عنوان ممكن أن نختاره من أجل تسليط الأضواء، خاصة إذا تسيس هذا الملف. ما أحكي لكم عن حجم الأرباح بهاي التجارة البايرة، لكن نقول إن المخدرات سياسة لاستبعاد الشعوب، خاصة الشعوب الحيوية النشطة الشابة. كل هذه المواصفات تنطبق على العراق أولا، فالعراق بأكثر من 70% شباب، وذولا كيفهم يصولون ويجولون، يوم طالعين مشاي للأربعين، ويوم تلبي الفتوى، ويوم تروح بالشعبانية، ويوم تمشي للكاظم، يوم تطلع للانتخابات، وبيوم آخر تترس الملاعب وما يصير تظل هيج بكيفها. وطبعا هذا الكلام هو عن لسان اللي ما يعترف بحق استقلالية العراق ويريد يعجنا بكيفه، فيجيك يوم بالحرب ويوم بالحصار ويوم بالمخدرات. السلام عليكم ورحمة الله من جديد مشاهدي الأحبة، وباسمكم أرحب بضيوفي الكرام السيد اللواء خالد المحنى المتحدث الرسمي وزارة الداخلية. حياك الله سيادة اللواء، صيام مقبول ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. وكذلك أرحب بالدكتور حيدر المالكي مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة، حياكم الله دكتور، تقبل أعمالكم. وضيفتي الكريمة الدكتورة ندى العابدي رئيسة مركز همم للبحث والتحليل الاجتماعي، حياكم الله دكتورة ضيفا كريما. حقيقة قبل ما نبدأ بمحاورنا أجرينا استبيان واستطلاع رأي وطرحنا على كل متابعينا في هذه الحلقة، هل بإمكان الحكومة والجهات المعنية القضاء على ظاهرة تهريب المخدرات في العراق أو إلى العراق؟ هذا السؤال راح نستقبل إجاباتكم ونلخصها بنسب مئوية ونأخذ نتائج هذا الاستبيان في نهاية الحلقة. نبدأ مع ضيفي الكريم سيادة اللواء. برأيكم سيادة اللواء، وزارة الداخلية، الجهات الأمنية، شنو خططها وإجراءاتها للحد؟ هسه نريد نعرف أنه من دخول العراق بعد أن كان ممر أصبح موطن للأسف، إجراءاتكم للحد من هذه الظاهرة، سواء إذا كانت مقرا لها في العراق أو ممرا. تحياتي لحضرتك، حياكم الله. الآن أصبحت المخدرات هي التهديد
استثمار للمخدرات باعتبار اليوم المخدرات في نعم جرائم عابرة في جزئية الممر يعني سيادة اللواء دكتور، يعني لما كان العراق ممرا هل كانت تسجل سابقا حالات تعاطي للمخدرات؟ كم نسبة هذه الحالات؟ هل هنالك دراسات أوضحت ووثقت منذ أن كان العراق ممرا وليس مقرا؟ نعم، رمضان كريم عليكم وعلى ضيوف الكرام على جميع شعبنا العراقي. طبعا مثل ما تفضلت سيادة اللواء، الآن تعتبر المخدرات هي آفة وخطر كبير حقيقة يهدد المجتمع، لأنه هو حقيقة دا يستهدف فئة كلش خطرة من المجتمع العراقي، فئة المراهقين والشباب. يعني احنا النسب اللي عندنا تقريبا من 15 إلى 40 سنة هي أكثر فئة مستهدفة وأكثر فئة تتعاطى هذه المواد. ردا على سؤالك، هي طبعا أكيد كانت المخدرات موجودة، لكن مثل ما تعرف حضرتك ظروف العراق ما كانت مثل بالوقت الحاضر. الآن الحدود مع الأسف هناك ممرات كثيرة يستغلها تجار المخدرات لعبور المخدرات إلى العراق. سابقا كانت الحدود مؤمنة بشكل أفضل وضع العراق، وتعرف العراق تعرض لمؤامرات كثيرة وحروب كثيرة أدت إلى ضعف يكون هناك وعدم تعاون ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وهذا موضوع أعتقد سيادة اللواء يتفق وياه، موضوع كلش مهم تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ومع وزارة الصحة، هذا مهم جدا للإخبار عن تواجد تجار المخدرات أو متعاطي المخدرات في بعض المناطق. يمكن هذا يسهل على الحكومة ويسهل أن احنا في وزارة الصحة أن نوصل لهؤلاء المتعاطين ومن ثم علاجهم وتقديم الخدمات الأفضل لهم. فكان موجود المخدرات لكن النسب حقيقة لا تقاس، لا نسب عالية جدا، نسب عالية. يعني هسه خلي نروح لثقافة المجتمع اللي بعض الأحيان هسه منعرف من باب التندر أو هي الحقيقة الواقعية، يعني يقولون بأنه المخدرات هي طارئة على الشعب العراقي، لربما كان تعاطي المشروبات الكحولية هو السائد، باعتبار أنه حتى في ثقافة الفرد العراقي إذا كان لديه هذه المسالك فلا يذهب إلى المخدرات. بالتالي هل هنالك ضواغط اجتماعية؟ هل هنالك ضواغط أيضا اقتصادية باعتبار أنه القانون يسمح بإدخال المشروبات الكحولية ولكن يمنع هذه الظاهرة الاتجار بالمخدرات؟ كيف تنظرين من وجهة نظر اجتماعية؟ شكرا لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيوفك الكرام السادة المشاهدين، شهر مبارك على الجميع وتقبل الله طاعاتكم وقيامكم. بالتأكيد المخدرات الكل يتفق على أنها آفة، وآفة تهدد الكيان الاجتماعي، وهذا الأمر حقيقة بدأ يظهر عندنا بعد الانفتاح، ما كانت معروفة بالعراق، لأن العراق لسنوات طويلة خاصة فترة الحصار كان منعزل تماما عن العالم الخارجي، ولذلك ما كان أكو تبادل تجاري، واللي هو من ضمنه أصبحت عملية الاتجار بالمخدرات. بالضواغط الاجتماعية إذا ردنا ننظر لها، يؤكد كل العلماء علماء الاجتماع على أن الأسرة هي الأساس، وأن التفكك الأسري هو واحدة من الضواغط اللي تؤدي إلى أن يلجأ الفرد فيها إلى التعاطي بالمخدرات. ومن نقول الأسرة أستاذ أحمد، تدري الأسرة بها جوانب عدة، يعني بدءا من التربية والتنشئة وصولا إلى التنشئة الاجتماعية والنفسية والدينية. يعني وجدت البحوث الأخيرة أن التنشئة الدينية الخاطئة والضواغط اللي تمارسها الأسرة على الشاب تبدي تخلق عنده نوع من التساؤلات والوساوس اللي تخليه يهرب من هذه الوساوس والضغوطات اللي تعطى داخل الأسرة إلى أن المخدر إلى أن يجي إلى تعاطي المخدر. الرفقة السيئة واللي هي أيضا واحدة من نتائج التفكك الأسري، لما تكون الأسرة بيها أم وأب على خلاف دائم، أو ربما يكونوا منفصلين، ربما يكونون نوع من يمارسون نوع من الضغوطات النفسية على الأولاد، عدم الاهتمام بهم، عدم توجيههم، هذه بالنتيجة تخليهم يقعون ضحية الرفقة السيئة. دكتورة، من مثلث الصيرورة إذا كانت هنالك أسرة ومدرسة، الركن الثالث هو المجتمع. المجتمع اليوم محكوم بقوانين سيادة اللواء، بالتالي القوانين الضابطة لهذا الموضوع، وحضرتك تحدثت عما كان ممرا اليوم أصبح مقر، الشباب يتعاطون بنسب أعلنت من الكثير من الجهات راح نأتي إلها، ولكن ما هي الضوابط القانونية اللي تم وضعها وحساب
من يتعاطون أو يتاجرون بهذه المواد المخدرة؟ يعني الحقيقة من خلال الإعلام من خلال البرامج، يعني هذا موضوع مهم جدا اليوم. هذا البرنامج إحدى الدول الخليجية أيضا حصلت فيها حالة انتشار المخدرات، فاتفقت مع شركة سوت لهم حملة إعلامية شاملة، وكان من نتيجتها أنه انخفض تعاطي المخدرات بعد أن أوضحوا للجمهور شنو خطورة المخدرات وهذه الأمور. أنا أريد من خلال هذا برغم القوانين النافذة والتي تنفع أشد أنواع العقوبات للمتعاطين والمتاجرين، إلا أن نسبة الزيادة من اضطراد مستمر بإجراءات الحكومة أقل من الكارثة، ما يتطلب وقتا ماسا لبحث الأسباب والمسببات لهذه الظاهرة القذرة. فنص المادة 27 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمخدرات بالإعدام على تجار المخدرات، وتتعارض مع اتفاقيات
معروفة يعني أغلب التجار وأغلب المروجين وأكثر المتعاطين من مناطق في شرق بغداد هي المناطق الأكثر عوزا وأكثر فقرا ومقالة موجودة بين الشباب. وكذلك بالمحافظات الجنوبية يعني بالبصرة المتعاطين كثيرين جدا محافظة النيسان، لكن في محافظات ثانية نشوف مثلا يعني في محافظة كركوك أو حتى كردستان الأرقام أقل يعني حقيقة ما أقل نسب كلش كبيرة ما بين محافظات الجنوبية ومحافظات كردستان أو حتى محافظات البصرة. إحصائيات حضرتكم إحصائيات موجودة نعم كوزارة الصحة أجمل الأرقام يعني كل محافظة جد عدد المتعاطين بها خاصة دول اللي راقبين بالمستشفى. فتحصين الأشخاص أو تحصين دول الشباب من هذه الآفة هي من خلال إيجاد فرص عمل لهم. من ناحية الجندر دكتور ايش بقى يعني كان؟ طبعا عند الذكور أكثر النساء تقريبا 5 إلى 1 النسبة. وعادة الميلك لك أكثر فئة هي من عمر 20 إلى عمر 40 نسبة تعاطي المخدرات عندهم كلش عالية. احنا يمكن كنا قبل السلاح نتناقش عن سياسة اللواء على موضوع احنا يعني قبل 2003 كان وجود يعني اشخاص يتعاطون لكن كان يتعاطون اكثر شيء الادوية يعني مواد الاتين والفاليوم والريبوتريل والسرامادرين وادوية السعال اللي هي البلموكوردين والتوسيرام اللي كان بها مادة الكوداين هاي كان يتعاطونها بشكل كبير لكن ما كانت بهذه النسب لان يعني كانت القوانين صارمة اكثر وكان يعني يمكن سياده اللواء اكثر من يعرف بالقوانين كان حكم الاعلام على كل شخص يتعاطى المخدرات لذلك ما كان موجود عندنا حشيشه او كريستال او افيون واحنا في وزاره الصحه بنحاول من خلال اللجنه العليا لمكافحه المخدرات اللي براسها السيد معالي وزير الصحه واعضاها هم من وزاره الداخليه ووزارة الدفاع وكل وزارة الأمن الوطني والتربية ووزارة العمل وكل الوزارات بنحاول نحصن الشباب من آفة المخدرات من خلال التوعية الاجتماعية من خلال الإعلام على مخاطر هذه المخدرات. العائله بالفلوس او ان يكون هو منسحب تماما من دوره الاسره. قضيه وقوع النساء في هذا الفخ ومعظم اللي يقعوا هم شابات بامر المراهقه والشباب معظم عندهم مشاكل اسريه لا يوجد لديهم اي ارتباط عاطفي بالاب. هنالك مساحه من الفراغ قاتله، هنالك جوع عاطفي، فبالتالي لما تقع في فخ العاطفه ممكن ان
يكون هذا الذئب اللي وقعه في الفخ هو متعاطي اصلا، هو مطلوب من عند هذا التسلسل العنقودي، فبالتالي يضمها. وشفنا كثير من الحالات اللي تم مسكها لشابات في مناطق راقية بغداد، طبعا مو مناطق فقيرة بل هم من عائلات مرتبة جدا. هذا دلالة على بغداد، لكن ايضا حسن بكر حيدر المحافظات الجنوبية ربما اكثر تعاطي. والله استاذ احمد بالشمال، بالشمال اكو تعتيم اعلامي، يعني احنا نسمع بالشمال اكو حالات انتحار، اكو حالات قتل، لكن ما نعرف الاسباب الحقيقية الواقعة وراء هذا الموضوع. بس احنا بالجنوب اكو تدري حضرتك الاعلام صار بمتناول الجميع، فاكو ماكو ضوابط امنيه على هذا الموضوع ولا ضوابط على النشر، فتشوف بالجنوب انتشرت القضيه وكانه التعاطي متركز بهذه المناطق، وربما هذه تعود الى اسباب طائفيه معينه انا ما اريد اخوض بها، ولكن الخطر يداهم العراق ككل شمالا وغربا وجنوبا وشرقا، لانه ما دام القضيه مفتوحه والعراق صار قاصه تجمع بيها ويباع باسعار ارخص من الدول اللي تصدر لها، فاذا الكل واقعنا تحت نفس التاثير، خاصه وان مشكله مال الشباب عدم وجود برامج تنشئه دينيه خاطئه، المفاهيم مقلوبه، تفكك اجتماعي، انهيار لمنظومه القيم الاخلاقيه والمجتمعيه، لا يوجد رادع اخلاقي، لا توجد رقابه على شبكات التواصل الاجتماعي، احنا الدوله الوحيده اللي مفتوح بها النت، يعني حتى في الدول اللي هي اساس النت اللي ناخذ من عندها النت اكو عندها ضوابط على الشبكه العنكبوتيه الا احنا مفتوحه على مصراعيها، فبالتالي هذه اكيد الكل واقع تحت خطوره هذا الموضوع. البعض يتساءل سياده اللواء، يعني نبدا بشبكات الانترنت ربما حتى في البحث، يعني اذا يكتب في العراق على اليوتيوب طريقه تحضير الماده المخدره الفلانيه تطلع لك بالفيديوهات وبوسائل الايضاح، ولكن في البلد الاخرى حسب ما تواصلنا ويا اصدقاء وغيرهم بالبحث محركات البحث هناك محدوده حتى للمسائل المطلعه، بل اكو رقابه وتتبع لهذه المسارات والبيانات، بالتالي انه حتى يوضع تحت الرقابه من يبحث بهكذا كلمات مفتاحيه. صحيح حضرنا كثير من الادوات في وزاره الداخليه المشكوره من الادوات التوعويه، ولكن هذا حد ابتلاعنا، ولكن ماذا عن الحلول الجذريه سواء بالقضاء او اعتقال المعارضين، وبالتالي ايضا الحد من المتعاطي. تعليق بسيط على ما ذكرته، موضوع مهم للدكتوره، انه من ضروره ان يعامل المتعاطي بشكل انه ضحية وليس مجرم، هذا موضوع مهم جدا اليوم ونحن مع هذا الرأي. وهذا الموضوع في بالهسه حاليا متهم عند حكم، لذلك هذا الموضوع يحتاج لتداخل تشريعي، اضافة الى انه يحتاج لبنى تحتية لهذا الموضوع، لانه احنا يعني نعترف ان هنالك مشكلة حقيقية بهذا الموضوع، ولذلك على الجهات المعنية أن تأخذ الأمر بكل جدية وأن توفر البنى التحتية، المصحات الخاصة اللي تأهل من ناحية صحية ومن الناحية النفسية. أرجع إلى موضوع حضرتك اللي ذكرته، أنه فعلا اليوم إحنا عندنا بالعراق للأسف كل شيء مباح، وهذا الموضوع طبعا مثل ما حضرتك الدكتورة ذكرت أنه حتى في دول العالم المتقدمة وغيرها هنالك يعني رقابة على الإنترنت، هنالك فلاتر معينة، يعني هنالك حماية للمجتمع. إحنا للأسف يعني حتى موضوع القانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، كثير من الأشخاص والجهات السياسية ادعت إنه هذا ممكن يقيد الحريات وممكن كذا، إحنا للأسف يعني هذا الإنفلات في هذا الموضوع يهدد مجتمعنا. اليوم اكو تهديم حقيقي للقيم الاخلاقيه وغيرها، واحنا دائما ننادي ضروره فلتره الانترنت وحمايه الاحداث، حمايه المجتمع من كثير من الجوانب. اصبح هذا الموضوع هو دافع للجرائم ويسهل مهمه المجرمين وكثير من القضايا اللي تحدث بالمجتمع، لذلك نحن مع ان يكون هنالك رقابه، بس الرقابه مو الرقابه على الراي
وإنما الرقابة على الجوانب اللي تسبب تهديد إلى أبنائنا إلى أجيالنا. دكتور حامد، حين أصلا يعني إذا كنا نتحدث عن المصحات، اتفق بالرأي دكتور سيد الملل على أنه لا يعامل المتعاطي معاملة المولج أو التاجر، بالتالي إحنا عندنا مجتمع غير مقبل. على أقل تقدير يتعامل قانونا وصحيا أو نفسيا أو حتى طبيا. عدد المصحات اللي عندنا بالعراق جديد مدى فاعليتها؟ فتحنا في نيسان مصحة لعلاج الإدمان، فقط اختصاص إدمان. دزينا أكثر من قبيل دورات لعلاج الإدمان في مصر وفي تركيا، ومستمر الدورات. بالنسبة لنا يمكن أفهم موضوع حمية تعالج عليه. إحنا بالنسبة لنا نتعامل مع المتعاطي مريض، وهناك قانون يحميه ويحميه من أي مسائلة قانونية، لأنه هذا مهم أنه إحنا عن طريق الإعلام حتى يعرف أي شخص إذا كان متعاطي أو متورط في أنه هو يأخذ مخدرات، من حقه يلجأ إلى وزارة الصحة في أي مستشفى، وراح يحرم من كل المساءلات القانونية ويأخذ إجازة. طبعا لازم ما تكون تعهدات وأكون مساءلات قانونية، وإذا هو يبلغ إذا أهله هو يلجأون من الأهل، يعني يجون العيادات الخاصة. أنا يمكن قبل فترة جتني وحدة 17 سنة كانت تأخذ مخدرات في محافظة أربيل، وأنا جابوها لبغداد، قدروا يجيبوها لبغداد ورجعوني العيادة الخاصة ودخلناها المستشفى وعالجناها، وسجلت كحالة إدمان. كانت تأخذ تعطى مادة الإترامال والجابا بنتين، كانت تأخذ تقريبا 60 حباية باليوم. هي تدريجيا بدات بحبايتين وعشرة وثلاث شرايط واربعة ونقول شيء تحلنا نودي لك هذا الدور على 60 حباية، يعني ما كل شيء هو ممكن، يعني ما يوصل سعرها 50,000 دينار الباكية.
امام اللابتوب امام التاب ومخلي السماعات باذنه هو يستمع. هي موسيقى اعتياديه؟ نعم موسيقى اعتياديه. هي موسيقى اعتياديه بس الترددات تختلف بين الاذنين، فلما الدماغ يحاول ان يساوي الترددين تصير عنده هذه الحاله من الكميه اللي احنا اختصاصات حضرتك. لا هي حقيقه هي يعني تبث مقطوعات. تعرف حضرتك المواد لما يتم تحليلها باجهزه اليوبي عندها منطقه معينه بالتردد معين باليوبي بيكون موج محدد، لما
تجار المخدرات المروجين والقبض عليهم، والجانب الآخر اللي يثير عليه هو الحملات التي تطلقها الشرطة المجتمعية وغيرها من أجهزة الشرطة للتثقيف والتوعية على أضرار النيات يعني وبيناتهم بشكل يومي يعني، ورغم فيه يمكن الطريقة موضوع الغني والفقير من عائلة غنية جدا يعني، ومجرد الأب ضي يعني كان يدفع، فلذلك هذا موضوع على الجهات الأمنية بالذات وزارة الداخلية انتباه لهذا الموضوع، موضوع الكليات والمدارس، لأن نسبة انتشار المخدرات بين هذه الفئة كبيرة جدا، ودخول هذه المواد رغم وجود طبعا يعني الحراس الامنيين موجودين مرور بالباب، بس مع الاسف احنا اغلب الحراس الامنيين هم موجهين انه يفتش على سلاح سكين او كذا او كذا، لكن هو ما يجرى ممكن انه يفتح جبهه المياه حتى يشوف انه هي فعلا شايل الحبوب، وداعي الحبوب لابد داعيها، شنو هذه الحبوب شايلتها او حتى نوع الجداير الموجوده، لانه اغلبهم هم يعبوها يعني عبوات خاصه. بالكليات مع الأسف بالكليات الأهلية والحكومية نظر التعاطي كبيرة جدا يعني دكتور يعني
الشباب ايضا تبعث رسائل سلبيه للعوائل عن خلي احصل بناتي مو مجرد وصلتهم للكليه عن انتكت علاقتي بيهم او خلطت هاي ولقطتهم على الطريق. لا، احنا مسؤولين امام الله عن ابنائنا الى اخر لحظه بعمرنا. احنا نمارس دورنا التربوي، دورنا العاطفي، دورنا الرقابي، الاحتواء، لغه الحوار. اذا الام والاب كل واحد يمثل بالمبايض والتنين يربح تصريح الازمه الداخليه عندما 50% من الشعب العراقي تعطيه والله لا المرضى عليه المرضى عليه وهنا خطا عنه ما لازم يسال الاعلام بالفعل بالفعل. طبعا اخو احنا اليوم في حرب اعلاميه. طبعا حضرتك اعلامي كثير، لانه اليوم العالم هو عباره عن غرفه صغيره مو قريه صغيره. الميديا اليوم مو بس انا يا ربي، الميديا تتربي ايضا وياي مقدراني انا كاسره كاب كأم ان اكون الفلتر. شلون اكون فلتر؟ شلون اكون مقنع لاولادي لما اواكبهم، اواكب لغتهم، اواكب مشاكلهم، مو اني احكي دائما لغه التقريع ولغه الاهانه ولغه التعنيف. هذا بالتاكيد يخلق فجاب بيني وبين الاولاد. بالتالي المواكبه الدار الاخرين هو دور الدوله الحقيقه. يعني احنا مشكله المخدرات هي واحده من المشاكل او نتائج الفساد اللي صار واللي طال مؤسسات الدوله بدءا من الجهات العليا وصولا الى ابسط مفاصل الدوله. يعني من المسؤول عن تعطيل قانون التجريم الالكتروني؟ ليش؟ اكيد الجهات التنفيذيه التشريعيه والتنفيذيه، لانه ما تخدم جيوشهم الالكترونيه اللي يلتقطون بها بعضهم البعض. فبالتالي المشكله تبدا من راس الهرم وصولا الى المجتمع، لانه اي مشكله اجتماعيه منطقيا اسبابها سياسيه واقتصاديه. دكتور، نعود الى استبيان حلقتنا لهذا اليوم الساده ضيف الكرام. لما سالنا في بدايه الحلقه هل بامكان الحكومه والجهات المعنيه القضاء على ظاهره تهريب المخدرات الى العراق؟ الاجابه نعم كانت نسبتها 45%، من الاجابه بكلا، وعدم وجود امكانيه كانت نسبتهم 40%.